فيه عمل البلع، لا يمكن لجسم الإنسان أن يتقدم أبعد من مدخل حلق الحوت. في الواقع هذا المخلوق بحجم الوحش لديه حلق لا يزيد حجمه عن قطر كرة الجولف، ولا يمكنه ابتلاع أي شيء أكبر من حبة جريب فروت صغيرة. من غير المحتمل أن تهتم بشيء كبير مثل إنسان على الغداء، لأن المسار الهضمي للحيوان مصمم لفريسة أصغر بكثير. ولكن إذا لم تلحظ يوما ما في رحلة بحرية محكوم عليها بالفشل وغرق سفينة لاحقة اقتراب الحوت الأزرق، فمن المحتمل جدا أن ينتهي بك الأمر بطريق الخطأ في فمه. ستكون هذه الرحلة بالتأكيد لا تنسى، على أقل تقدير، على الرغم من أنك في النهاية قد لا تشعر بسعادة غامرة أو حتى على قيد الحياة. أولا، سوف تسقط في ظلام دامس وتبدأ بالتعثر بشكل محموم بين الكتل وأكوام الأسماك الصغيرة والعوالق التي يستعد لها الحوت لتناول طعام الغداء. بعد أن يقوم العملاق بتصفية المياه، ستجد نفسك في حساء لزج من كل هذه المخلوقات، ثم سيبدأ بمحاولة ابتلاع كل طعامه. ولكن كما ذكرنا سابقا، لن تتناسب مع حلقه. وفقا لأحد الباحثين في جامعة جنوب فلوريدا فيليب موتا، من المحتمل أن يبصقك الحوت كما لو كنت حجر كرز. وفي ذلك حتى بعد هذا سيظل الخلاص الحقيقي بعيدا، أعني بذلك بعد الأكل. يمكن للحوت الغوص لمسافة تصل إلى 650 قدما أو 200 متر تحت مستوى السطح، وإذا لم يكن لديك أي معدات غوص خاصة معك فمن المحتمل أن تغرق في هذا العمق. على الرغم من أنك محظوظ، فهذه الحيوانات غالبا ما تهضم الطعام على عمق حوالي 65 قدما أو 20 مترا. في هذه الحالة سيكون لديك حقا فرصة للبقاء على قيد الحياة إذا كنت تكافح بكل قوتك للوصول إلى السطح. ومن يدري، قد يساعدك الحوت من خلال منحك صفعة وداع بزعنفة ذيله القوية. لكن الوقوع في فكي حوت مسنن مثل حوت أوركا أو حوت العنبر هو قصة مختلفة تماما. في مثل هذه الحالة سيكون البقاء على قيد الحياة أكثر صعوبة. العديد من هذه الحيوانات هي أيضا كبيرة الحجم، يمكن أن يصل طول حيتان العنبر الفردية إلى 65 قدما، ويمكن أن يصل وزنها إلى 110,000 رطل أو 50 طنا متريا. يفتح الفك السفلي للحوت المسنن لأسفل بمقدار 90 درجة، وحلقه كبير، كبير حقا، مما يجعل من الممكن ابتلاع فريسة كبيرة حقا، وليس مجرد الإمساك بها في فمه ليبصقها لاحقا. ليس من غير المألوف العثور